السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، والأهلي في رمضان، أمسية رمضانية أسبوعية زي ما تعودناها معاكم، لكن النهاردة بفتقد فيها الحقيقة إلى جانبي الزميل الكبير والصديق العزيز والرجل القدوة والقيمة المهندس عدل القيعي. بفتقد وجوده النهاردة على جنب هنا في كرسي المذيع، لكنه على مين؟ إذا اختفى أو إذا ابتعد من كرسي المذيع لازم نفسح له المكان الأوسع عشان يكون النهاردة في حلقة مختلفة. المهندس عدل القيعي، كل سنة وانت طيب، 60 سنة أهلي وعيد ميلاد سعيد. سنة وانت طيب يا باشمهندس. وانت طيب. يعني ابراهيم قال لي انا هطلع لوحدي يوم الخميس. الله، قلت هيريحني. لقيته عامل لي كمين. كل سنة وانت طيب. عيد ميلاد سعيد ودائم في موفور الصحة والسعادة والنجاح والسعادة بالأهلي وللأهلي. يا رب نسعد بالأهلي ونسعد بأيامنا القادمة في شهر رمضان الكريم بإذن الله. يكون احنا كلنا ويعني أمة المسلمين بخير، وكل واحد يا رب يحقق اللي هو عايزه. 60 سنة أهلي فيها كلام كتير جدا، عشان كده يا جماعة أنا ليه النهاردة بدلنا الأماكن وخلينا المهندس عدلي استأذناه أنه يكون ضيف عزيز علينا النهاردة، لأنه الحقيقة 60 سنة أهلي فيها قيمة من المرجعية العميقة والدروس المفيدة. كيف عاش المهندس عدلي النادي الأهلي من قبل، وكيف يراه اليوم، وماذا يحلم به غدا؟ عشان كده دي محطات مهمة جدا في حلقة النهاردة، أعتقد محدش هيكلمنا عنها بعمق وقيمة أكتر من المهندس عدلي. كل سنة والمهندس عدلي القيعي بخير.